استاذ الفنون التشكيليه. جمعيتنا تشمل جميع المتقاعدين بمختلف القطاعات، ومن اهم انشطتها الانشطه الثقافيه والترفيهيه والسياحيه. وفي هذا اليوم نحن ننظم تظاهره ثقافيه، وفي البدايه قمنا بزياره مدينه ازمون للضيوف الوافدين من جميع الجهات بالمغرب، اكثرهم رؤساء الجمعيات المتقاعدين ورؤساء مصالح بعض الادارات التي لها علاقه بالمتقاعدين. ومن بعد الجوله السياحيه التي زرنا بها المآثر مدينه ازمور، قمنا باستراحه على ضفة أم الربيع اللي كانت بها وجبة غداء، والآن سننتظر انطلاقة مداخلة الدكتور الشكدالي مصطفى المتخصص في علم النفس الاجتماعي. عنوان المداخلة: التقاعد مسار حياتي جديد. ومن بعدها ستقدم مسرحية، أول مسرحية في عهد هذا الجمعية المتقاعدين، وهي مسرح التقاعد. هذا النوع من المسرح انه قليل بالمغرب، وهذه المحاولة التي تقوم بها هذه الجمعية. نتحدث عن العمل بمعنى ما مفهوم العمل. حضوري الى مدينة أزمور هو تلبية لدعوة من طرف جمعية المتقاعدين بهذه المدينة، وسأحاول قدر المستطاع أن أتحدث عن التقاعد، ولكن بربطه بالعمل، بربطه بديناميكيات أخرى. وعنوان مداخلتي هو أن التقاعد هو مسار جديد في الحياة. سأحاول قدر المستطاع أن أخلخل الأفكار التي هي أفكار مروجة في هذا الجانب، وأن أعطي ربما مجموعة من سبل تفكير في المتقاعد، في حياة المتقاعد، على أساس أنه إنسان راكم تجربة، وأن المجتمع في حاجة إليه، لأن التجربة مهمة جدا، وأنه يتحول من حيث لا يدري إلى قدوة للشباب، إلى قدوة للمجتمع. وأن في بعض الحالات المجتمع له نظرة مجحفة بخصوص هذا الشخص المتقاعد الذي نتحدث عنه ربما بطريقة إجمالية، ولكن في اعتقادي بأنها مبادرة جميلة جدا. لم يسبق لي أن حاضرت في هذا الموضوع، ولم يسبق لي أن التفت إلى جمعيات من هذا الحجم، والتي تعطي للمتقاعد دوره في الحياة الاجتماعية حتى ينير مسار المجتمع، لأن المتقاعد هو بالضرورة رجل أو امرأة راكموا تجارب كبيرة جدا، وكيف يمكن أن نستغلها، وكيف يمكن أن نعمل على ترويجها داخل المجتمع. هذا ما يمكن أن أقوله، والمحاضرة ستذهب في هذا السياق طبعا.